بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين الغيدا سبورت. منتخبنا السوري عم ينهي مشاركته ببطولة غرب آسيا بعد خسارته من المنتخب الأردني الشقيق بهدفين مقابل هدف. المنتخب اللبناني عم يخطف بطاقة التأهل للنهائي بفوزه على العراق بهدف نظيف. قبل ما ندخل بالتفاصيل، بالنسبة للناس اللي ما عم توصل إشعارات الفيديو هذا، فصار لازم تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وما تنسى تدعمني بلايك وكومنت. منتخبنا السوري بدأ المباراة بشكل ولا أروع من هيك، انتشار رائع للاعبين، جملة تكتيكية مشغول عليها متعوب عليها، عم نشوف تركيز عالي من اللاعبين، الحضور الذهني واضح بالملعب، لاعبين منظمين، لاعبين عم كانوا مرتاحين بدنيا وذهنيا، في شغل المدرب واضح على اللاعبين ايضا، كنا عم نشوف كل لاعب عم يعرف شو عم يشتغل. منتخبنا السوري بدي ضغط هجومي عالي، بدي خنق المنتخب الاردني، خنق المساحات، اغلاق المساحات، ضغط رهيب كان من منتخبنا السوري. قدر منتخبنا السوري تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 19. منتخبنا السوري تابع الضغط الهجومي وتابع خلق الفرص وكان الانسجام واضح بالمنتخب السوري، لكن كنا نوعا ما عم نضيع أو عم نهدر كثير من الفرص. منتخب الأردني مع نهاية الشوط الأول بدأ بالخروج إلى الأمام لإحياء الأمل بهدف تعادل. كان الشوط الأول عم ينتهي بتقدم منتخبنا بهدف نظيف. الشوط الثاني تعليمات المدرب الأردني كانت واضحة من خلال إعطاء الأوامر للمنتخب الأردني بالخروج للأمام والبدء بالضغط الهجومي. يعني مباراة بصراحة يا قاتل يا مقتول، مباراة ما فيها خطأ، مباراة اللي بيخسر راح يخرج من البطولة، مباراة نصف نهائي والفائز راح يوصل للنهائي، فمطلوب المغامرة. المنتخب الأردني بدأ بالمغامرة وبدأ بالضغط الهجومي. منتخبنا السوري مدربنا كان عم يعطي الأوامر بالتراجع الخلف والمحافظة على الهدف. يعني فكرة المحافظة على الهدف بجميع مدربينا السوريين أمر صعب جدا، أمر مزعج إنك تلعب على إنك تحافظ على هدف. يعني فكرة إنك أفضل وسيلة للدفاع إنك تلعب هجوم وضغط هجومي، مدربينا السوريين أبدا ما مرت عليهم ولا ممكن نشوفها إنهم عم يطبقوها. يعني طيب، شوط أول عم تضغط هجوميا، المنتخب الأردني ما عم يقوم ولا بأي جملة تكتيكية، ما عم يقوم ولا بأي هجمة، ما عم يقوم ولا بأي خطورة. طيب شوط تاني تابع ضغط هجومي، أنت بتخلي المنتخب الأردني عم يتكتل دفاعيا، ما بقى بيقدر المنتخب الأردني يخرج للأمام. بينما لما بتلعب دفاع وبدك تحافظ على الهدف، المنتخب الأردني أعطيته الأفضلية إنه يلعب، أعطيته الأفضلية إنه يسيطر على الملعب، أعطيته الأفضلية إنه يسيطر على وسط الملعب ويخلق المساحات ويخلق الفرص ويخلق العرضيات، وهذا الشيء اللي كان عم يعمله المنتخب الأردني. منتخبنا السوري بدأ بالتكتل الدفاعي، المنتخب الأردني بدأ بالخروج للأمام، بدأ بخلق الفرص والعرضيات والكرات العالية، يعني الركنيات. منتخبنا السوري متكتل دفاعيا، عم يحاول يلعب على المرتدات. يا أخي شوط كامل تلعب وأنت عم تحافظ على الهدف، مباراة نصف نهائي، أمر غريب جدا فعلا من المدرب. منتخب الأردني قدر يسجل الهدف الأول، بدأ المنتخب الأردني بزيادة الضغط، أصبح اللاعبين عندهم ثقة عالية بأنهم يرجعوا للمباراة بعد تعديلهم للهدف. منتخبنا السوري بشعور معاكس كان عم يشعر بخيبة كبيرة بعد تعادل المنتخب الأردني، بعد ما كان متقدم منتخبنا السوري أصبح متعادل، والمنتخب الأردني عم يخلق مساحات، عم يخلق فرص، منتخبنا السوري متكتل دفاعيا. تابع المنتخب الأردني الضغط، سجل الهدف الثاني، منتخبنا السوري متكتل دفاعيا، عم يلعب على المرتدات. طيب انت كمدرب عم تلعب على المرتدات، في عندك المهاجم كواعيسا من دقيقة 60 بدأ بانهيار اللياقة تماما عند اللاعب. طيب اللاعب اصبح منهك تماما، غير قادر على الركض، عندك اكثر من لاعب قادر انك تقوم باي تبديل، بس اذا بدك تلعب على المرتدات ممكن تبدل المهاجم لأي فرصة وأي مرتد يكون لاعب مرتاح قادر على الركض بسرعة ويسبق المدافعين ليوصل على الكرة وممكن يخطف منها تعادل، إذا كان تكتيك المدرب بأنه يلعب كرات بظهر المدافعين. مدربنا كان عنده أخطاء بالشوط الثاني بصراحة، خلينا نكون واقعيين، قاتلة. أنا بقدر كل الجهد اللي كان عم يشتغله، بقدر كل المباريات اللي قام فيها بشكل رائع، لكن مباراة اليوم أخطأ كثير بالشوط الثاني، تبديلات كانت متأخرة جدا، بالدقيقة 93 عم يبدل، يعني أمر غريب. حتى مع وصوله للدقيقة 90 ما كان عم يعطي الأوامر بالضغط الهجومي. ما بعرف يعني اللي خاسر باثنين ولا خاسر بأربعة ولا خاسر بسبعة، نفس النتيجة، أنت مباراة نصف نهائي. المفروض منتخبنا يبادر بالهجوم ليحاول يخطف هدف التعادل. ما كنت عم شوف أي نوايا هجومية مشابهة للشوط الأول.
منتخب الأردن كان عنده صحوة، كان عنده تعزيز الثقة بالنفس بعد الهدف الأول والهدف الثاني. منتخبنا السوري كان ضاع الثقة تماما من اللاعبين وخوف من المنتخب الأردني في الشوط الثاني. ألف مبروك للنشام الأردني، بيستحق الفوز على الأداء اللي قدموه بالشوط الثاني. ومنتخبنا السوري هارد لاك لمنتخبنا السوري، ما بيستحق الخسارة بالنسبة للأداء اللي قدموه بالشوط الأول. المنتخب اللبناني الشقيق كان عم يخطف الفوز امام المنتخب العراقي الشقيق بهدف نظيف وعم يضع قدم بالنهائي لمواجهه المنتخب الاردني. المنتخب اللبناني كان بالمركز الثاني من مجموعتنا، منتخبنا السوري متصدر للمجموعه الاولى، المنتخب العراقي متصدر للمجموعه الثانيه، عم يخرجوا من دور نصف النهائي. المنتخب الاردني والمنتخب اللبناني بالمركز الثاني من كل مجموعه عم يتاهلوا للنهائي. بالتوفيق للشقيقين المنتخب اللبناني والمنتخب الاردني بالنهائي، وان شاء الله يفوز الطرف الافضل. وهارد لك لمنتخبنا، صحيح خسرنا اليوم وخرجنا من البطولة، لكن أكيد كسبنا منتخب جيل واعد جيل صاعد. هارد لك لكل اللاعبين على المجهود اللي قدموه، يعطيهم العافية. بتمنى يكون في تعاقد مع كادر أجنبي لحتى يدخل مواهب هالمنتخب، لأنه الأيام القادمة راح تحمل المنتخب بأسماء جديدة بعيد عن عمر السومة وعمر خريبين وإبراهيم عالمي ومحمود المواز. بسبب التقدم بالعمر فلازم يكون لاعبين مشغول عليهم ليكونوا موجودين بالمنتخب الأساسي. هي كانت أغلب التفاصيل اللي كنت حاب أحكي فيها. انتظروني في فيديوهات جديدة، ما تنسوني من دعمكم، وتبقوا بخير وصحة وسعادة، والسلام عليكم.